لندن فيكتوريا ستيشن اهي، محطة كبيرة. دي محطة فيكتوريا الدقيقة طبعا. وسط العاصمة البريطانية لندن، محطة كبيرة جدا فيها كافيهات ومحلات وفيها سوبر ماركت كبير جدا. ودي المحطة اللي فيها القطر اللي بيروح بقى ايه ليفربول والمناطق البعيدة اهي. محطة كبيرة تقول مطار، عامله زي المطار بالظبط. عامله زي المطار بالظبط، صوره بالكربون من المطار. دي محطه، محطه اتوبيسات وقطر. فيكتوريا ستيشن اللي عاوز يطلع بره لندن يجي من هنا، حاطط فيكتوريا. عاوز يروح ليفربول، عاوز يروح مانشستر، فيها شاشة زي المطار بالظبط. زحمة شاشة زي المطار بالظبط. تواليت تيكت شوف. I take picture of the train and come again. Only picture. Picture? Yeah. Thank you. I come again. Thank you, bro. Where are you from? Pakistan. كيف حالك؟ تيك تاك؟ تيك. شكرا يا امير بني. بقول له خد صورة القطر واطلع من غير ما اقطع تيكت. قال لي ماشي. والله انه محترم يا عم. من باكستاني، شايفين؟ دخلنا عند القطر هنا، المفروض هو باكستاني اهو، او ابو داني ده. المفروض انا اقطع تيكت. دخلني قال لي صور وتعالى. دي بقى ليه؟ عاوز تروح ليفربول، عاوز تروح مانشستر، عاوز تروح